السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بفيديو جديد من سوسيولوجي. قرب الامتحان، مضى غير كم يوم لامتحان الجامعة، فاتك القطار؟ لا لسه ما فاتك. راح أعطيك اليوم 5 حيل لحتى تدرس بجهد أقل وتجيب علامات أكثر. خليكم معي للآخر. راح تقلي من وين جبت هاي الخيارات او الحلول او الحيل. راح قلك هاي الخيارات جبتها من خبرة طويلة بالجامعة، خلتني اعرف كيف بفكر الاستاذ بالجامعة وكيف بحط الاسئلة. بس لازم تعرف شيء جدا مهم، انه هاي الخيارات او هالحيل ممكن كلهم يزبطوا معك، ممكن وحدة او تنتين او ثلاثة يزبطوا معك حسب الدكتور او الاستاذ اللي عم يعطيك بالجامعة. وشي تاني مهم هو انه هالحيل هاي بتزبط بالجامعات بالبلدان النامية، يعني ما بتزبط بالجامعات بالبلدان المتقدمة، لانه عندهم اساسيات او استراتيجيات غير اللي موجودة بالبلدان النامية. وكمان شغلة تاني انه هاي بس بالجامعات، يعني ما بتصير بالثانوي، ما بتصير بالإعدادي، ولا يمكن تطبيقها على الابتدائي كمان. يلا نفوت بالموضوع، يلا نفوت بالموضوع. أول شيء عندك هي الدورات السابقة. الدورات السابقة هي الملاذ لإلك وقت اللي بتتأخر عن الدراسة، ما بيضل غير كم يوم للامتحان. الدورات السابقة هي الملاذ الناجح لإلك لحتى ترفع معدلك وتجيب أكثر علامات بالامتحان. راح تسألني من وين جبت هالمعلومة؟ أنا راح أقول لك من وين جبت هالمعلومة. نحن بنعرف إنه بأغلب الجامعات بالبلدان النامية بيضل نفس الدكتور على نفس المادة بيدرس مدة طويلة كتير. يا ترى بهالمدة الطويلة كتير شو عمل؟ فرغ كل الأسئلة بأسئلة الدورات من هاي المادة. لهيك غالبا 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 وخصوصا الدكاترة أو أساتذة الجامعات الكبيرين بالعمر دائما بيحاولوا يجيبوا أسئلة قديمة بيرجعوا بيحطوها بامتحان جديد. أولا لأنه استنفذوا كل الأسئلة الموجودة بالمنهاج، ثانيا لأنه في شيء اسمه سلم تصحيح. يمكن هذا الشيء أنت ما بتعرفه، أي دكتور بده يحط سؤال فهو رح يحط سلم تصحيح أكيد. فهو يعني صار له ممكن 10 سنين عم يعطي نفس المادة، فبدل ما أنا اخترع سؤال جديد واخترع له سلم تصحيح جديد، فلا بجيب السؤال القديم وبحط له سلم تصحيح القديم وبيمشي الحال. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ثاني شيء هو نموذج الأسئلة. كتير مهم إنك تعرف نموذج الأسئلة. راح أقول لك ليش. أغلب الأساتذة بالجامعات بالبلدان النامية بيحطوا نموذج أسئلة للمقرر تبعهم أو للامتحان المقرر تبعهم. رح أقول لك كيف فينك تستفيد من نموذج الأسئلة. لنفرض أنه أكبر سؤال بالنموذج الأسئلة هو 25 علامة، وغالبا الأسئلة بالامتحان بتكون ذات فقرات رئيسية. عندك بالمحاضرات أو بالكتاب المقرر في سؤال أو في فقرة، يعني ممكن تكون 7 أو 8 صفحات أو 10 صفحات، وما ممكن إنه تتقسم هاي الفقرة. إحنا بدنا نسأل حالنا سؤال، هل يا ترى سؤال 25 علامة رح يجي على فقرة 7 أو 8 صفحات؟ إذا كان دفتر الفحص كلياته ممكن 10 صفحات. لهيك هدول الفقرات يا أما تحذفهم يا أما بتلخصهم بحيث يناسب نموذج الأسئلة. نحن عم نحكي عن 5 حيل لحتى تجيب علامات أكثر بجهد أقل. لكن إذا بدك تعرف كيف تركز بالدراسة، كيف تحفظ بشكل أسرع، ما عليك إلا تشوف الفيديو على نفس القناة. رح أترك الرابط بالوصف تحت، وهي 10 نصائح مهمة جدا للحفظ والدراسة بخلوك كيف تركز أكثر وكيف ذاكرتك تكون قوية وكيف تسترجع المعلومات اللي درستها عند الامتحان.
وإذا كان بنموذج أسئلة تعريف مهمة ممكن 25 علامة، بتحاول تطلع التعريف كل اللي بالمنهاج بتحطها على جنب بتحفظها مشان تضمن 25 علامة بالمنهاج. وإذا كان في تعاليل نفس الشيء، بتحاول تحافظ على ال 25 علامة أو الكمية المثبتة إنه رح يجي تعاليل بالنموذج ب 25 علامة أو أكثر أو أقل، تحفظ كل التعاليل بيجيك هاي العلامة اللي انت حفظتها.